اهلا بكم في سي في وار تريدنج روم. النهارده الاثنين 14 مارس 2022، فاضل اولموست خمس دقائق عند الاوبن. از يوجوال هنتريد ار تي واي عند الاوبن. هناخد الفيرست هاف تارجت 2.4 19 تكس بريك ايفن، وبعدين السكند هاف هيبقى 4.4 ستوب لوز، ومفيش بروفيت لو بنعمل تريدنج. الهدف ان احنا بنحاول ناخد الاكتف تريد فيري كويك تريد. جول ان احنا نعمل 10 بوينتس من ار تي واي. لو الفيرست تريد ويننج يعني قلت 6 10 بوينتس ممكن دن. لو السكند لو فيرست تريد لوزنج وناخد سكند تريد، لو الفيرست سكند لوزنج وي دن. لو الفيرست سكند بريك ايفن او ممكن 3 4 بوينتس يعني مش بيج بروفيت او بيج لوز، ممكن ناخد ثيرد تريد اند وي ار دن ريجاردلس. الجول اللي احنا عايزين يبقى بيسموها باور اوف كويتنج، بي او كيو 1 او بي او كيو 2. احنا ناخد 1 اور 2 تريدز max 3 trades a day and we are done. لان تاني بقولها تاني، ده مولي تريد، ده مولي جمع عظمى. المشكله الاساسيه اللي بتقابل معظم الناس اللي بيعرفوش يعملوا فلوس من التريدنج بسبب مشاكل الفومو او الطمع. لو حتى لو بروفيت ما كمل تاني اما اشوف تاني، فبالتالي بيخسر اللي كسبه. ولو خسر وحب يعوض تاني زي كلمه تعويض، ما بحبش حاجه اسمها تعويض في التريدنج، ده جامبلنج او مارش حاجه اسمها كده. فبالتالي بيخسر اللي هو يعني لو خسر شويه يخسرهم كلهم. ده مش الجول. الجول اللي احنا عايزين نبقى كونسيستنت تريدر، عندنا اداء ثابت كل يوم. ده هدف. فاضل تقريبا 4 دقائق. Let's see. Let's see what's gonna happen. Three minutes almost. Last reminder, come on. Check your, okay, double check your account, your ATM strategy. Almost 2 minutes. Now I'm going to test the area. Very strong area. Very strong area. I'm going to test it. Come on, how test it failed? Any more? Any more? 10, 2, 3, 4, 5, 6. How test it? Almost 10 times. Tested and failed. Yes. Almost 1 minute. Everyone ready? Nice. 45 seconds. Five, four, three, two, one, and we are in the market. Get ready, guys. No signals so far. No signals. No signals. No signals. Market, we have to test the area.
again. Let's see. No signals. Yeah, ma'am, we can take long, long. We are long, ya, we are long. We are long. We are long. Still there, ma'am. Still there, ma'am. لو جينا ستوب اوت من التريند دي هناخد شورت بعد ما يعدي الاريا. بس مش هاخد على طول يعني هعمل شورت بعد ما اعدي الاريا. لو جينا ستوب اوت من التريند دي. هنعمل سيل ليمت بعديها تو تكس بعديها او على حسب ايش في الماركت واقف فيه بس احنا موست لايكلي هنعمل شورت لو خرجنا من التريند دي. ممكن بعديها مثلا 2 3 تكس ليتس سي ستوب فيلد وي ار ستوبد اوت ستوب فيلد ليتس سي اوردر فيلد اند وي ار شورت اوردر فيلد وي ار شورت وي ار شورت First contact break even, جماعة. First contact hit break even. Second contract هنحطه عند 1979.8 second contract. Target filled. First contract hit. Second contract break even, but it's no good. Second contract break even. And I'm at a second contract on 1975.4 second contract. 1975.3 actually 1975.3 second contract. Second contract now on 1974.9 nice move and 1973.7 second contract 1973.7 still let's see. Nice, nice. 1973.0, 1972.9 second contract. Second contract 1972.5, 1972.1, nice move. Second contract I better 1971.3 second contract. Let's train it. Still. تعملنا من السكند كونتراكت almost دلوقتي 6 point من السكند كونتراكت و 2 point من الفيرست كونتراكت يبقى حوالي 10 points من التريد دي والتاني هيخسر لنا حوالي 8 فاحنا almost 2 points دلوقتي plus 2 points let's see. Okay, second contract now. Nice move. Second contract 1970.1 second contract. Second contract now on 1919. Oh, nice, nice. Okay, nice, nice. 1969.4. Wow, wow. What is a move, man? 1968.9 second contract. 1968.9. What a nice move. 1968.9.
Nice. Second contract now, هيبقى عند 1968.5. Second contract now, and 1968.1. Second contract. 1968.1. Big sell off. Second contract now, and 1967.3. Second contract. 1967.3. Second contract now and 1966.5. Nice. Second contract now and 1966.1. Second contact now and 1965.7. Second contact now, wow, and 1964.5. 1964.5. Nice. And we are out. Ooh. That's a nice trade. And we are done, RTY. How did you get the trade? Still, ممكن نقول شورت. حد عايز ياخد تالت تريد؟ في بيك سيل اوف. حد عايز ياخد تالت تريد؟ Thank you, RTY. اتفرج بقى على ان اس وان كيو. كام بوينتس يا جماعه صفر؟ في حد بيقول عايز ياخد تالت تريد؟ اوكي ممكن ياخد تريد على سم لو حد عايز ياخد تالت تريد ممكن ياخد فيه تالت تريد على سم لو انا هاخدها على سم بس انا بالنسبه لي مش ام دن بس ممكن ناخد تالت تريد لو عايزين ار تي واي ممكن نعمل سيل ستوب ليميت ناخدها على سم تاني ما اخدهاش على الاكونت ممكن نعمل وان سكند ممكن نعمل سيل ستوب ليميت عند 1962.7 1962.7 لو حد عايز ياخد انا باخدها على سم لو حد عايز 6 بوينتس جود طبعا التريد كانت مونستر تريد احنا خدنا تقريبا معرفش يعني خدنا من التريد تقريبا يعني اولموست مش عارف اقول تقريبا 17 تقريبا 17 بوينتس من التريد دي تقريبا اند ذا سكند تريد ذا ثيرد تريد از ان ثيرد تريد از ان يا جماعه سوري ثيرد تريد شورت نعم شورت ثيرد تريد ستيل ا شورت فيرست كونتراكت فيرست كونتراكت بريك هيد بريك ايفن فيرست كونتراكت هيد بريك ايفن تارجت فيلد فيرست كونتراكت تارجت فيلد بريك ايفن موف سكند كونتراكت عند 1961.3 موف سكند كونتراكت عند 1960.5 سكند كونتراكت Move the second contract and 1960.1. Move the second contract and 1959.7. Big sell off 1959.7. 1959.7. Are you anywhere out? Thank you so much. Had the credit حد يا جماعه خد تريد دي هنا انت طلبت التريد دي اوكي كام بوينتس بالتريد دي تقريبا انا ما خدتهاش انا خدتها سم في ناس طلبت تاخد تريد بس اتس اوكي تو بوينتس ازاي تو بوينتس هنا ازاي تو بوينتس يعني 2.4 الفيرست كونتراكت والسكند كونتراكت اولموست 3 بوينتس يا 5 بوينتس يا اتليست يعني Anyway, thank you. Okay. Check the market, cool piece of offer. I don't know why, but anyway. So next show, guys, I got so quick trades. I got the other. Okay. But still, I made profit. Guys, the people who made profit, I made about 6, 7 points almost.
5 عمرو هبه عملت عمرو 5 مصطفى 6 محسن 6 احمد 6 5 بوينتس نقص نايس ستيل لحد دلوقتي الاس اي اس ان كيو مفيش اي حاجه ستيل لسه مفيش اريا بيرفورم لسه مفيش ريليشن شيب هل يبقى في اريا في الاي اس؟ اي دونت نو ممكن تقولوا في دي فوبو على الاريا دي بس وان سكند بس انا مش هقول فوق لان ما فيش دايركشن شيفت يعني مش هاخد دي از فوق تريد لان ما فيش دايركشن شيفت حصل فانا اكاد ريسكت لازم يبقى في اريا قدامي حتى لما ما فيش اريا لا في اليس ولا في انكي برضه في الاس دي مش اريا يا جماعه اتس نوت اريا بس دي مش بس مستر طب الناس اللي اول مره حضروا زوميت سوري التريدنج روم النهارده خدتوا عملتوا ايه في تريد Four points. Nice. No trade for you. Do you have any trade? We're still waiting. For PS. طيب ممكن دلوقتي كده ممكن نرسم الاريا دلوقتي في الاس والان كيو. كده بقى فين؟ نعم ادي الاريا. هنا. اهو كده. ادي الاريا. لو خدت بالكم احنا خرجنا في الايه في الانكي في الار تي واي لو شفتوا الار تي واي عامل ازاي بس احنا خرجنا هنا ثيرد تريد هنا بالظبط اكزاكتلي هنا ثيرد تريد بسرعه حصل بعديها الماركت مش هو ماركت يا جماعه الماركت بيشتغل 9 ونص الصبح ايسترن تايم مالهاش علاقه بمصر خالص عشان برضه 9 ونص الصبح ايسترن تايم اوكي
نورث امريكا تايم زونز سواء كانت ايسترن تايم او باسيفيك او وات ايفر تايم زون الموجوده في نورث امريكا كلها كندا وامريكا هنا زي مصر زمان في توقيت صيفي وتوقيت شتوي. التوقيت الصيفي بنموف الساعه 1 اور اهيد. توقيت شتوي 1 اور بيهايند. اوكي بس ذاتس ات. ففي الصيف الفرق بيننا وبين مصر از ايسترن تايم الفرق الايسترن تايم بيننا وبين مصر يبقى في الصيف 6 ساعات. وفي الشتاء 7 ساعات. فدلوقتي ده توقيت صيفي بتاع نص امريكا توقيت صيفي. فبالتالي الفرق ما بينكم 6 ساعات في 9 ونص الصبح بتوقيت ايسترن تايم يعني 3 ونص بتوقيت القاهره. عشان كده يعني بقول لاي حد لما تتكلم في تريدنج مالكش علاقه بتوقيت القاهره بتوقيت عمان بتوقيت قطر بتوقيت بحرين يو دونت كير ايسترن تايم. ماركت بيفتح 9 ونص الصبح ايسترن تايم. لو رحت استراليا ستيل 9 ونص الصبح ايسترن تايم. حوله بقى بالوقت اللي انت موجود فيه لازم اعرف. Still nothing so far. Still waiting. All right. طبعا مش شايفين ماركت فيري مفيش اي حاجه اب داون اوف داون ريلي كوست مفيش اي حاجه. طبعا دلوقتي بالنسبه لنا عادي ما ناخدش مثلا في 2 دلوقتي نو لان مفيش سترونج مومنتم سو فار يعني مش شايف اي اوفر اول مومنتم خالص لحد دلوقتي. ماركت رينجنج من هنا لهنا شايفين ادي الاريا هنا رينجنج من هنا لهنا ذاتس ات مفيش اي سترونج مومنتم. بالنسبه يا جماعه الاي اس هيبقى الستوب لوز بتاعته اولموست 17 تكس. هنعمل تاني طبعا الناس الجديده احنا بنتريد في اي اس ان كيو على تو كونتراكتس فبنعمل نفس فكره الار تي واي بنتريد فيرست كونتراكت بروفيت بتاعه 40 تك ضعف مثلا وخليها 20 سوري 20 40 من غير تريلينج. السكند كونتراكت بنعمل له تريلينج بحاجه اسمها وانا شارحها المفروض حاجه اسمها اودي تريلر. فانا موجود فيها لسه مشروح فيه في التريلنج روم ازاي بيعمل اودي تريلر. على 10 تكس فبروفيت تريجر 40 زي ما هي. المفروض تشوف تتفرج على الليسن الموجود في التريلنج روم هتعرف انا بعمل ايه. فهيبقى اولموست 20 40 يس ان كيو هيبقى 128 نو 130 ليتس سي ليه سيف دي كمان خليها انكيو 130 تكس ستوب ووتش باي ذا واي يعني هيوج هيوج ستوب لوز بس هو انكيو كده فيري فولاتيل 130 260 وهنا برضه 130 ونخليها 132 والبروفيت مثلا 5000 لان بنعمل تريلنج. هنا البروفيت تريجر مثلا عند ليتس سي 900 تكس ليتس سي 100 تكس بلس 1 وهنا 40 بنسميها نعمل تمبرت بنسميها ان كيو ان كيو وات از ذس ولا مسكتهاش ولا ايه؟ دلوقتي احنا مستنيين يحصل مستني الماركت يعمل تيست الاريا في الاي اس فلو الماركت نزل تحت هنا طبعا دي الاريا هنا لو الماركت عمل دايركشن شيفت داون سايد هناخد تيست تريد شورت
نفس الكلام في انكي. We are still waiting. Nothing. كل يوم انا عملت رول اوفر للكونتراكتس. احسن حاجه عشان تعمل رول اوفر اوتوماتيك من غير ما توجع دماغك اعمل ريستارت للانجن. That's it. اعمل ريستارت وافتحه تاني هيطلب منك مسج كده رول اوفر ويا معلم على كل الكونتراكتس قول اوكي خلاص هتلاقي اوتوماتيك بقى كل حاجه بقت نيو كونتراكت اللي هو جول. That's it. حد ياخد يا جماعه اي اس او ان كيو اللايف تريد ولا كله سيم؟ تمام سيم؟ حد تاني؟ ده لو حصل تريد انا مش شايف اي في تريد في الاي اس او ان كيو خالص نهائي نهائي لايف ام اس. السؤال يا محسن السؤال هل انت عملت بروفيت من الار تو واي ولا لا؟ ولو عملت بروفيت من الار تو واي عايز تريد ام اس ليه؟ انا عايز ايه؟ دقيق؟ لا مش فاهم يعني عايز دقيق يعني عايز دقيق جدا M2K so did not hit my profit goal. Okay, what's your profit goal? مش فاهم يعني ايه احمد انت كاتب انا عايز دقيقه يعني ايه دقيقه مش فاهم انا استنى مش فاهم we are still waiting yes thank you بص يا جماعه بي كيرفول في موضوع البروفيت جول ده خدوا بالكم لان ممكن جدا لو انت عندك unrealistic profit goal 150 دولار بير داي ام 2 كي هيت 30 دولار اونلي طيب انت عشان توصل 150 دولار بروفيت مايكرو ده هيوج 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 بروفيت على فكره 150 دولار بير داي على مايكرو مش هتقول هو مش it could happen مش مشكله بس مش رياليستيك جول مش رياليستيك لان انت لو عملت 150 دولار في لو انت حاطط الجول ده قدامك وعملت 30 دولار في اليوم زي ما انت قلت النهارده فممكن تاخد 3 تخسرهم كلهم فعشان كده البروفيت جول لازم يكون رياليستيك وما افضلش البروفيت جول يكون فلوس انسى فلوس خالص انسى الفلوس خالص وانت بتتريد التريد بتاعك يبقى بوينتس مش فلوس لان البوينتس لو انت بتعمل ستيبل 10 بوينتس بير ويك او 15 بوينتس بير ويك مفيش للاسف يا احمد كلام في التريننج روم ام سوري مفيش في زوم ميتنج لو عايز لكن انا مفيش كلام في التريننج روم ار تريدنج ده مش ميتنج في ميتنج كل اسبوع لو انت عايز احضر الكلام انت عايزه لكن في التريننج روم لا صعب
لا لا يهمك، بس هي الفكره ليه الفكره كده؟ ان احنا بنتريد، فمش ما هياش كيو ان اي سيشن بنسال اسئله ونجاوب، لا ده بس جاست فور تريد، لان ممكن ناس تجوين معانا تريننج روم، وفي ناس عملت معايا جوين تريننج روم مش معانا في الكورس اساسا اصلا، هو عايز يتريد وخلاص، اتس اب تو يو. فعشان كده الموضوع مش هيبقى فيه اسئله واجوبه كمان. فلو انت عندك الجول بتاعك بوينتس، ليتس سي مثلا 10 بوينتس بير داي، ده الجول، وانا افضل يبقى عندك الجول بتاعك ان انت تبقى باور اوف كويتنج وان اور تو، ان انت لو خدت بروفيت من فيرست تريد دن، لو خدت بروفيت لو لوز ممكن تاخد سكند تريد، لو عملت بروفيت ودن ريجاردلس عملت بروفيت قد ايه. فلو انت عندك مثلا افريج 10 بوينتس بير ويك بتعملهم افريج، لو تتريد تاني مايكرو هتعمل مثلا اماونت اوف ماني بنفس ال 10 بوينتس، ممكن تعمل اكتر فلوس كتير جدا لو تريد 1 كونتراكت اي ميني او 2 كونتراكت او 4 كونتراكت، انت عندك افريج بوينتس بتعملهم، وممكن تحولهم بقى زي ما انت عايز تحولهم من مايكرو لاي ميني ل 10 اي ميني حتى، اتس اب تو يو، بس انت عارف بتعمل ايه. لكن دولار ساين از ا بروفيت ما انصحش خالص. او حد مثلا بيتريد مثلا اكونت ب 50 مثلا معايا انا ماكس او معايا شركه وبيتريد اي ميني، وان سكند يا جماعه، في شكلها في تيست تريد يا جماعه، في تيست تريد بيرفورمينج ناو، اي اس تيست تريد بيرفورمينج، اسمع انا ممكن كل اي ميست اوريدي وي ور توكينج، ففي تيست تريد على اي اس دلوقتي نفس الكلام، ممكن واحد بيرفورم على ان كيو تيست تريد اي ميست ات كنت هنا، ما اعرفش حد خدها ولا ما اعرفش حد خد التريد ولا يا جماعه. You can do second chance, why not? Order submitted. انا بحب دايما الفيرست هيت مش السكند هيت، بس اتس اوكي. في نفس الكلام هنا ان كيو برضه تو ستريت. Order submitted. هو اللي هياخد يا جماعه ياخد يس ياخد ان كيو، ما تاخدش الاثنين. Don't take two trades at the same time. Only one trade. تخش اثنين تريد وانت في نفس الوقت تاخد واحد وان تريد بس خلاص. Order filled. ES in. This trade in. فممكن نعمل بروف التارجت عند الاريا. ونشوف. First contract break even. Stop filled. First contract break even. Let's see. In Q still performing. This is my muscle test trail. Yes, sir. طبعا انا بتريد سيمي يا جماعه، انا بتريد سيمي ستوب فيلد الاس السكند كونتاكت ستوب لوز فيرست كونتاكت بريك ايفن ان كيو ستيل بيرفورمينج ما هو ماركت سو تشوبي فانا ماي تريدنج بلان لو انا عملت بروفيت من ار تي واي او ماكس لوز I don't trade ES وان كيو. لو وباخد طبعا ماكس 3 تريد على الار تي واي، لو 3 تريد بتوع الار تي واي بريك ايفن، مش اللي هي بتحصل نادرا ما بتحصل يعني، بريس كونتر بريك ايفن ان كيو باي ذا واي، ممكن اخد اب تو 3 تريدز ان كيو ES، ده لو حصل بريك ايفن على الار تي واي، وتش يعني مش بتحصل كتير، ان 3 تريد ان كيو فيرست كونتراكت نايس فيرست كونتراكت موفينج. حد خد ان كيو يا جماعه؟ حاول تموت سكند كونتراكت. انا ما اعرفش، انا عندي مشكله حقيقيه في الام كيو، هي ريلي بروبلم، مش عارف اموف يا جماعه، موف البروفيت تارجت، موف ات اواي،
move it away وحاول تتريل حط second contract break even حط second contract break even stop filled I know what's going on here مش عارف move second contract في عندي حاجة في عندي مشكلة رهيبة في ال in queue مش عارف إيه حلها غالبا هعمل هنزل يعني هعمل new ninja trader أو شيل وحط وانزل من جديد لأن في عندي مشكلة في in queue بص بيعمل ازاي بص بيعمل معايا ازاي مش عارف احرك الستوب لوز ممكن نعمل ستوب لوز يا جماعه هنعمله عند السكند كونتراكت عند 1362.25 سكند كونتراكت حد خد ان كيو تريد يا جماعه اوكي طبعا ليه اس ليه اس سو تشوبي سو تشوبي فمفيش تريد خالص ليه اس دلوقتي نهائي حاول تموف البروفيت تارجت بتاعك بعيد شويه خليه عند الاري هنا كده and second trade in queue was winning trade مش عارف كم بوينت عملناهم دلوقتي بس was nice At least تعوضت الخسارة بتاعت الاي اس فاحنا المفروض احنا ستيل بروفيت في الاي اس ان كيو تو تريد ستيل جرين ما بحبش كلمة تعوضت دي سوري يا جماعة دي كلمة ما اتقالتش اساسا اللي حصل حالا دلوقتي ده اللي حصل حالا مفيش ماركت سو تشوبي ماركت حاول تستري حتى ما لمس حتى الايه ولا حتى يقرب منها ف حاول يبوش هاير فحتى الان مفيش تريد خالص عليه نهائي ولا ان كيو على فكره كان ممكن الماركت يحاول تستري ده تاني يس ممكن هيبان لو حصل نشوف اللي يحصل بعد كده لو الماركت كيب موفينج اب ساعتها هنرسم نيو اريا جديده ويبقى دي الاريا وتحت البيفت العكس 22 بوينتس ان كيو نايس برضه بنعمل لوج بتاع النهارده ان شاء الله ونعمل لوج نشوف هنعمل لوج نشوف فيرست تريد عملنا فيها قد ايه سكند ثيرد وهكذا ممكن يبقى كل شويه نقعد نغير بقى نشوف ايه الاحسن لو حابب نعمل ادجستمنت للبلان وهكذا وبرضه هكتب لو الفيرست كونتراكت هيت بريك ايفن وما كملش يعني فين الفكره في ايه؟ لان لسه ستيل بفكر برضه ان احنا بعد كده ممكن نشيل بريك ايفن 19 تكسر ممكن طلع ار تو اي فاضل تقريبا حوالي 6 مينتس وخلص النهارده هنقفل 10 وربع طبعا في تيست تريد تاني على الاس بس بصراحه انا لا كانت تيكت يعني زي ما انتم شايفين بصوا المنظر عامل ازاي
ده مش سترونج اوفر مومنتم خالص ماركت تريد، ده تشوبي تشوبي. سو نو انا ثينك وي شود بي دون توداي نو مور تريد. ده جري يا جماعه دخلنا تريد ان كيو ري اس خدنا 2 ار تي واي ده وزن بدي. طيب النهارده يا جماعه باد داي اور جود داي؟ بالظبط جاست انذر داي ات از تريدنج داي. بالظبط لازم تبقى موشن ستيبل، مش عايزك تبقى حتى لو في ويننج تريد وخدت ان شاء الله كسبت 600 بوينتس ما تروحش الايموشنز هاي جاك في السماء ان انا خلاص عرفت السيكريت فيجي لوزنج داي فتحس ان انت كانه نفسك. لا تريدنج داي از جاست ا داي اندنج وذ ا واي. دايما بقول للناس واللي تريدنج بيقولوا تريدنج داي از جاست ا داي اندنج ستارتنج وذ دي اند وذ واي. ذاتس ات. اوكي يا جماعه صحيح بالمناسبه التوقيت بالنسبه لكم في التريدنج اللي هو التوقيت الصيفي ده احسن ولا الشتوي؟ يعني اريح ده اول يوم 3:30 المفروض. بس في ناس معايا على فكره، لو في ناس معلش كمل كلامك بخصوص ال 50,000 اللي كنت بتقول ورا التريد دي. اوكي ال 50,000 لو انت بتتريد معايا ار تي واي اي ميني هتبقى تو ريسكي، يعني بشع ريسك، لان انت بتتكلم في 4.4 تو كونتراكتس، فبتتكلم في $440 1 تريد لوزنج، والمفروض ال 50,000 ماكس التريننج ماكس داون بتاعه 3,000 اجز تهيألي. انت لو لوست تو تريدز مش اللي هي اور جول ان احنا لو عملت تو تريدز بنخلص احنا ب 2500 كمان. طيب يعني بتتكلم في حوالي من 880 ل $900 حسب كمان السليبج، فبتتكلم في $900 $900 1 داي. انت بتتكلم التريلنج 2500، يعني انت 1 مور داي وير دان. طبعا ده مش تريدنج خالص. فانت لو تريد 50,000 لا طبعا ما تريدش اي اس خالص، ما تريدش اي ميني خالص خالص يعني سبيسيفيك لار تو اولج. يعني انت لو بتريد مثلا اي اس مثلا ممكن تريسك مثلا 2 3 بوينتس ويتش از فاين، $150 مش بيج ديل. اوكي لكن ار تي واي الفلوس بتاعه عالي. الار تي واي هتريد ار تي واي تريد اربعه كونتراكت اي مايكرو او سته لو انت عايز. بس ذاتس ات. لو تريد اربعه مايكرو الماكسيموم بتاعك هيبقى حوالي 150. وان سكند نو في الوان كونتراكت في الوان تريد فور بوينت ممكن احسبها. فور بوينت فور كونتراكت في خمسه $44 ماكس فلوس تريد فاتنين 88 تريد. لو بتريد اربعه لو بتريد سته طبعا يعني تريدش اكتر من سته لان كوميشنز هناك كوميشن يعني ماكس مثلا قلنا 4.4 في سته سوري 4.4 يعني 6 في 5 $132. لو تريد 6 يبقى $132 يعني الماكس اللي بالنسبه لك 300 و 130 في 2 264 يعني ستيل جود. يعني لو خسرت حتى الماكس لوز $260 فيه مش بيدي لسه عندك مساحه كبيره. لكن هتعدي مثلا التريدنج مثلا 50,000 في 3 4 ايام مش هتعمل حاجه، مش هتحصل كده. هتعمل ممكن تعمل في اليوم مثلا 150 200 ممكن توصل 50 وتقعد معاك شهر شهر ونص تعدي، بس هتعديه مفيش كلام. او يعني لو حصل بقى الا بقى لو حصل يعني كارثه حصلت الماركت بقى زباله كل يوم وده ما حصلش، يعني ما شفتش الماركت بقى زباله كل يوم مده شهر مثلا ما حصلش، بس ده يعني الحاجه الوحيده اللي ممكن تخسرها. لكن لو عملت كده هتعدي ببطء بس انت على الاقل ستيبل، على الاقل ما بتخسرش فلوس، على الاقل عارف ما بتعملش ريسيتس كتير ما بتعملش حاجه كتير. فحتى لو عديتها في شهرين اتس اوكي فاين مش مشكله. يعني ايه احسن تعمل كده ولا تتريد بي اس وتعمل ريسيت الاكونت 3 مرات في الشهر وبرضه مش هتعديه خد بالك، يعني حتى لو عديته هيخسر برضه. يعني احسن منطقيا يعني انك توفر ريسيت اكونت كل شويه وتعمل تريد
نورمال ريسك مانجمنت، تعديه شهرين ولا تقعد عندك احلام للتعدي في 3 4 ايام وتخسره كله وتعمل ستارت اب مرات. ده بيحصل كتير جدا على فكره. ثاني احسن عشان كده انا ستيل يعني انا ستيل بالنسبه كشخص يعني ستيل افضل تريدنج الاونلاين. مع ده التريدنج الاونلاين هيديك الفلكسبيليتي تريد براحتك، مش طبعا يعني تقعد طبعا طبعا مش مفيش مقارنه يعني. 50,000 ريسك جدا تريد ايميلي، ريسك جدا جدا جدا. هو في بعض الحالات بيبقى مثلا واحد مثلا اوكي تريد اس سوري تريد اي ميني 50,000 وبعدين خسر مثلا 1,500 ولا 1000 دولار، فاضل له 1000 دولار على الايه بقى. فهو ممكن يقرر حاجه من الاثنين دي بقى، اتس اب تو هيم بقى، ان هو يحاول يريسك يحاول يعمل شويه ريسك زياده شويه عشان يعوض ال 1500 دول، لان هو لو استنى تريد اي مايكرو عشان يعوض 1500 دول ممكن ياخد وقت يعني. ممكن اخد كده ريدي ان انا ممكن اعمل ست تاني، فمش مشكله هجرب اخد 2 3 تريدز او اخد نفس الاي اس هي لو كسبت خسرت يبقى انا هعمل ست وابتدي من جديد اي مايكرو. اتس اب تو مي. بس انا افضل تريد مايكرو حتى لو انت خسران كتير في الايميني في الاول، كمل اي مايكرو عادي لحد ما تعوض الخساره بتاعتك تبتدي من جديد. بس عايز اقول لكم شكل ار تي واي عشان شكله بصراحه ملفت النظر. بصوا يا جماعه شكله عامل ازاي؟ بصوا النظر عامل ازاي؟ خرجنا من التريد هنا بالظبط، بوم 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 دبليو. بصوا المنظر دبليو دي. طب يا جماعه ايه الدبليو دي يا جماعه؟ الدبليو دي ايه؟ على اللاين ده، على الريزيستنس ده. ايه اللي المفروض يحصل دلوقتي؟ لما بنتكلم بقى على برايس اكشن استراتيجي، ايه اللي المفروض يحصل؟ بالظبط ممكن المفروض يطلع فوق هنا كده يتست الاريا دي باونس باك بار او اثنين وفو. المفروض ده المفروض ده غالبا اللي بيحصل يعني. ماركت بوش هاي يس، فطبعا دلوقتي خلاص كده مفيش اريا بقى بيخ خلاص اللي كده مع السلامه. نفس الكلام على فكره لو انتوا عملتوا ماستر للبرايس اكشن استراتيجي انت ممكن تتريد برايس اكشن استراتيجي على سبورت ريزيستنس حتى من غير حتى كاتر تشانل من غير ميدل باند، بس يعني مش دلوقتي طبعا بعدين، بس ممكن تعملها لو فهمت برايس اكشن. فاضل 1 مينت ونقفل. One minute. Hey guys, nice session. اشوفكم ان شاء الله في نفس الميعاد الساعه 9 الصبح. تاني الناس اللي ما خدتش جديده يعني النهارده يعني ترجع تاني الفيديوهات الموجوده في الترينج روم وتشوف الاستراتيجي عامله ازاي وتحاول تبراكتس وحاول تتفرج على عدد اكبر من الترينج روم متسجله كلها على اليوتيوب موجوده. فحاول ترجع لاي بقى شهرين دلوقتي بنعمل ترينج روم كل يوم، فارجع لاي شوف الدنيا ماشيه ازاي وحاول تبراكتس قبل بكره ان شاء الله. كده يا شباب شوفوا شغلكم بس. باي جماعه.